بحضور سمو الشيخ حصة بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس إدارة مؤسسة إنجاز البحرين، نظمت بورصة البحرين بالتعاون مع مؤسسة إنجاز البحرين الحفل الختامي لبرنامج المستثمر الذكي 2023-2024. بهذه المناسبة أكدت سمو الشيخ حصة بن خليفة التزام مؤسسة إنجاز البحرين بتزويد العقول الشابة بالمعرفة والأدوات اللازمة لتحقيق النجاح في المستقبل، مشيرة سموها إلى أن التعاون مع بورصة البحرين يتيح نشر الثقافة المالية وضمان مشاركة الطلاب. 5 مواسم وبرنامج المستثمر الذكي يحتضن أفكارا متقدمة وذكية يطرحها طلبة مدارس البحرين الحكومية والخاصة، تحمل أفكارا نوعية وأساسية في طرق إدارة الأموال والإدخار والأسس المثلى في التخطيط المالي الذكي، تقدم من خلال أنشطة ومشاريع تعليمية متنوعة. طبعا احنا سعيدين بنجاح برنامج المستثمر الذكي اللي هو انطلق من عام 2018، ومسابقة المستثمر الذكي واللي هو ضمن منهج تضمن داخل في مناهج التعليم لجميع المدارس الحكومية والخاصة، والنتيجة اللي نشوفها اليوم وفرحة الطلبة هذا يعني يدل على نجاح البرنامج وفعاليته في المجتمع. كل هالمشاريع هي المدن المستدامة، الأفكار كانت جدا جميلة، الطلبة المشاركين كلهم طلبة من المدارس المختلفة سواء حكومية أو خاصة في الصف الرابع، فلاحظت أنا أن عندهم وعي جدا كبير بالاستدامة وأهميتها، فيو بحلول جدا وأفكار جدا حلوة. هذا الشيء وخلقه في النش من البداية هو اللي راح يخلق الاستدامة الحقيقية، الثقافة والالتزام والمسؤولية، كل هالأشياء مفاهيم مهمة من البداية، فشفناها اليوم بشكل كبير في الطلبة، ما قصرت المدارس كلها الخاصة والحكومية. جيل واع بالمفاهيم والأنشطة المالية طرح العديد من المشاريع المبتكرة تنافس من خلالها ليضع له اسما على قائمة المبدع في مسابقة المستثمر الذكي، حيث تم الإعلان عن فوز 3 مدارس حكومية وخاصة. هذه المسابقة أهمية الاستثمار، وأن الاستثمار يعني شيء زين، وتعلمت شلون يعني يكون لي بصمة تأثر في المجتمع. مشروعنا عن بصيرة، وهذه بصيرة مشروع أنه يخلي المكفوفين والأطفال وكبار السن يقدر يقول لهم يوصف لهم الاتجاهات وفي يتصل للشرطة لو تعرضوا للخطر. مشروعنا عبارة عن مساعدة ذوي الهمم، فيها شوارع مخصصة لذوي الهمم مساعدتهم على التنقل بسهولة، وفيها بيوت ذكية تحتوي على أجهزة متفاعلة للتواصل مع ذوي الهمم عشان يشغلون الأشياء، ويعني إنهم يعني مريضين ما يقدرون يقومون. برنامج المستثمر الذكي أحد البرامج الداعمة للجهود الدؤوبة التي تبذلها بورصة البحرين لغرس مفاهيم الادخار والاستثمار في عمر مبكر، ومن خلال تكريم إنجازات الطلاب عبر حفل توزيع جوائز البرنامج، حيث يحرص القائمون عليه بالعمل على تمكين الطلاب ودعمهم ليصبحوا أفرادا مسؤولين ماليا في المجتمع وروادا للمستقبل، قادرين على المساهمة في دعم جهود التنمية الاقتصادية للمملكة. هذه المسابقة تهدف إلى تزويد الطلبة والطالبات بالمفاهيم الأساسية المتعلقة بإدارة الأموال والادخار والتخطيط المالي بأسلوب ذكي من خلال إطلاق مشاريع مبتكرة تساهم في تحقيق هذا الهدف. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.